اهلا وسهلا بحضرتك. واحنا قلنا ان احنا في هذه الفقره هنتكلم عن تنظيم العمل الاهلي، عايزين نحل المعوقات المتعلقه بالعمل الاهلي، وايضا هنحاول قدر الامكان والاستطاعه في ظل الوقت ان احنا نتكلم على التعاون الاكاديمي ما بين مصر والخارج. اتفقت انا وضيوفي الكرام واستاذنتهم، احنا عايزين نتناقش احنا الثلاثه سوا. انتم عارفين ان انا ماليش قوي في قصه نسال يمين ونسال شمال، انت حتى كمشاهد مش هتبقى مستمتع وانا مش هبقى مستمتع ولا ضيوف هيبقوا مستمتعين. احنا هنعمل كاننا حوار وطني صغنطط كده جوه البرنامج، فخلوني ارحب بضيوفي الكرام. سياده النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، منورنا. ازاي الحال؟ كله تمام؟ ربنا يحفظك. والزميل الصديق العزيز ادم الطوخي، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. ازيك يا ادم؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. نبدا المناقشه. يمكن هنا هستاذن ان انا ابدا ب سيادة النائب عبد الفتاح محمد واقول كده ايه، طيب نبتدي منين الحكايه على راي عبد الحليم حافظ حتى انظم العمل الاهلي دون ان تشوب شائبه تمويل مشبوه؟ انا مش عايز اخش في القصه دي، وفي نفس الوقت مش عاوز امنع الجهات المانحه بانها تمول المنظمات الاهليه الجاده اللي عاوزه تشتغل لاجل تنميه هذا المجتمع. كلام محترم. طب يعني اولا انا بشكرك جدا. انا اللي شكرا. ودعني ان انا اعزي بس اسره المدرسه اللي توفاها اليوم. الله يرحمها يا رب. يعني اللهم يعني اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جنات، اللهم امين، وربنا صبر اهلها يا رب. وفي البدايه طبعا انا يعني بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني الحقيقه اللي احنا شفنا فيه كل فصائل المجتمع المصري. يعني احنا منذ ان بدات الجلسات واحنا يعني بنسعد بوجود كل القوى السياسيه والمعارضه والاغلبيه وحتى الافراد العاديين مشاركين في الحوار الوطني، وده شيء ايجابي. وبنسمع طبعا كل الاراء المختلفه. وانت عارف الملف بتاع العمل الاهلي ملف مهم جدا، والتعاونيات والنقابات، يعني ده ملف الحقيقة يعني الناس مهمة بيه قوي يعني. وأنا مع أن طبعا يحصل فيه تعديلات في بعض التشريعات، ده مش هيضرنا في حاجة طالما هيبقى في الصالح العام وهيفيد الجمعيات والمجتمع الأهلي، احنا طبعا هيبقوا سعداء بده. أنا بس يعني كان عندي تحفظ الحقيقة يعني في الحديث من بعض السادة المتحدثين ان احنا عايزين نفتح تاني موضوع التمويل، واخد بال سيادتك؟ التمويل احنا شفنا يمكن ما قبل يناير كان فيه مشاكل، يعني ده مش هنعممه على الجميع. يعني انا شايف الحقيقة الدكتور طلعت عبد القوي راجل محترم جدا، وبيقود العمل الاهلي بشكل يعني مهني جدا، وانا بحترم كل حتى كلمه بيقولها في الحوار الوطني، وراجل بيشجع الجميع انه يعمل في هذا العمل. ويمكن البعض كان بيتكلم على ان في بعض المعوقات اللي احنا طبعا قاعدين عشان نحلها، يعني الحوار الوطني هدفه يعني يزيل المعوقات اللي هي بتقف ضد العمل الاهلي، وده اساس حضورنا يعني. فبيتكلم يقول لك انا بقالي سنتين مقدم وما فيش حد وافق لي على الجمعيه، بالرغم خد بالك يعني انت طالما اوراقك سليمه بتتقبل يمكن ساعه تقديمها، انت عندك المقر بتاعك، عندك 10 مؤسسين، اتفضل بتاخد الموافقه، ما فيش اي مشكله طالما انت سليم. انما نرجع تاني للطيار او الطيارات اللي كانت بتعادي مصر وشعبها، لا لا، انا بصراحه ضد ده. يعني انا كمواطن مصري بعيدا ان انا بقى نائب ولا راجل سياسي، لا انا ضد ده تماما، لان احنا بنبني البلد، يعني في جمهوريه جديده احنا عايزين كلنا نشارك في بنائها، مش عايزين نيجي في يوم من الايام نندم ان احنا بناخد خطوه عشان تهد البلد تاني. لا، احنا اي شيء هيضر بهذا الوطن لا انا بالتاكيد هبقى ضده. فعوده التيار المعادي للدوله المصريه تاني، لا
انا معلش انا اسف جدا، الجامعات اللي كانت بتعمل كل يوم وموافقات عاديه جدا واي حد بيتقدم بياخد، لا لازم يتكشف عليه وتعرف هو مين وهويته ايه. يعني المهم بالنسبه لنا انه تحصل عمليه فحص ومراجعه ضرورة لاي يعني جهه ضروره قصوى يعني، ولاي جهه طالبه للتمويل ده او مستعده لتقبله. انما احنا مع الجمعيات الاهليه، يمكن حتى الدكتور طلعت النهارده اتكلم على كان عدد الجمعيات 50,000 جمعية. طبعا لما حصل عملية التقنين وصلنا ل 36,000، فطبعا في تم استبعاد عدد من الجمعيات. طب تم استبعادهم ليه؟ ما أكيد في أسباب. ممكن يبقى في عدم استيفاء لشروط أساسية. أكيد وارد. أكيد أكيد مش كلها هتبقى يعني لها أجندة يعني ممكن تكون ما استوفتش أوراقها، ممكن في عندها مشكلة. إنما بقول لك أي حد من المواطنين بيروح يتقدم بياخد الموافقة، ما فيش أي مشكلة في الدولة المصرية الحالية ونظامها الحالي، واخد بال سيادتك. إنما بيبقى في شروط وضوابط عشان يتبنى عليها جمعية أهلية عشان تخدم المجتمع. وهدف الجمعية، أنا لما بروح أتقدم عشان أعمل جمعية أهلية لازم يكون عنده القدرة على الصرف عليها وعلى مساعدة الناس. المسألة مش أعمل جمعية ومستنى حد يجيب لي التبرعات وبس. يبقى في عندي تصور عام أنا هقدر أشتغل إزاي. طيب هنا هرجع بقى للقادة وقدم. عمليا أنت أحد ممثلي تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين في هذا الحوار، وكنت بتمثل التنسيقية في هذه المناقشة بالتحديد. هسألك الأول بتحفظاتكم، وأسألك بأنه طيب نزلل هذه التحفظات، لأنه سيادة النائب عبد الفتاح كان واضح جدا، يا جماعة احنا ما عندناش مشكلة، كل المسألة جهة المانحة دي مين وعايزة ايه بالتحديد، والجهة اللي هيتم تمويلها مين وهتعمل ايه بالفلوس دي بالتحديد. هو القانون جميل، بمعنى ايه؟ ان هو القانون محدد دوت. يعني لو هنبدأ من السؤال الأخير من فكرة التمويل عامة، هو انا عندي تحفظ واحد من ناحية القانون وده برضه هعرضه حالا. هو هنبدأ بايه؟ هنبدأ ان القانون هو ما هو الا ايه؟ انا كجمعية بقدم المشروع للجهة الإدارية، ومين الممول وهيمولني بإيه وليه. ده جميل قوي. بس هو كان التحفظ الوحيد إن هو في القانون بيقول لك هيتم الإختيار بعد 60 يوم عمل. فطبعا فكرة 60 يوم عمل فهي توازي 3 شهور تقريبا، فمدة مش صغيرة، لا مدة إيه كبيرة. فهو ده كان بالنسبة لنا التحفظ الوحيد. بس الطبيعي لازم يتم ونأكد عليها طبعا، إن يبقى في مراقبة على إيه الجهة المنحة وهيتتصرف فين. ما احنا مش عايزين نرجع برضو ان الفلوس تدخل البلد ونقول دخلت ازاي ودخلت ليه وتتصرف فين والكلام ده كله. فهو الموضوع ما هو الا القانون محددها، انت كجهة، انت كجمعية او مؤسسة بتبعت للجهة الادارية اللي هي الوزارة بتقول لهم انا هعمل ايه، انا هقدم المشروع دوت وتمويله منين وتمويله رايح فين. بس هو الموضوع كده. بس هي كانت التحفظ بالنسبة لنا ان هو 60 يوم عمل، لا احنا ممكن نخليها 60 يوم فقط وهي تبقى توازي شهرين. وفي الحاله ديت الجهه الاداريه موضحه لو ما تردش عليك بعد ال 60 يوم ابدا اشتغل وابدا استلم فلوسك. يعني هو الموضوع كله ما هو الا اجراءات ممكن الناس بتقول عليها اجراءات روتينيه بس مطلوبه عشان ما نرجعش. التوصيه اللي انت تقدمت بيها متعلقه بالنقطه دي بالتحديد، بنقطه زي كده. ونقطه تانية برضو اللي الجمعيات، يعني احنا بنطالب المؤسسات المنحه مع الجمعيات ان يبقى تقنين اوضاع وتقنين اهدافها تحقق الاهداف التنمويه الوطنيه. ما نشتغلش، ما بقاش الدوله احنا هنبدا بايه يعني. هي الدوله عباره عن ايه؟ الدوله يعني عباره، لما نتكلم اقول لك على حاجه يعني اشتبك ايا واشتبك. كان مصدرها يعني ده سؤال ايا كان يعني مصدرها. ما هو الجهه المنحه دي مين؟ ما هو لازم يتعرف. طبيعي احنا عندنا وزارة الخارجية. لا ما احنا يعني ما فيش جهة منحة بتشتغل في مصر الا لما وزارة الخارجية اللي تأشر عليها. طب خارج مصر. طبعا. تأشر الأصل. ولو جهة بقى أجنبية. ما عمرها ما هتدخل. عشان تدخل فلوسها لازم يكون باعتماد وزارة الخارجية. ايوه ما انا لازم ده إجباري. ده بعيدا عن التضامن اصلا. ما فيش جهة منحة في مصر بتشتغل هي من بره. معظم الجهات المنحة بتبقى من بره. مش هتشتغل الا وزارة الخارجية تديها التأشيرة. مالهاش تأشيرة عمرها ما هتدخل مصر. وكون انها تم اعتمادها من الخارجيه ده معناها ان اتعمل عليها الفحص والمراجعه اللازمه. طبعا بيفضل لي المساله بتاعه التدفق النقدي، يعني الفلوس دخلت او بتدخل لانها تدخلش على دفعات. بقى السؤال يتم صرفها ازاي والمراقبه على الصرف. ده سؤالي بقى مهم. على المراقبه على الصرف، وهستاذنكم هناخد فاصل ونشرح المراقبه على الصرف. مين اللي هيراقب الصرف؟ وهل هو يراقب الصرف فقط حتى يتأكد انه ذهب في مصارفه القانونية زي ما بيتقال، ولا
هيبقى له، وانا مش عايز ده بصراحه، انه هيبقى له سلطه التدخل في انه لا خلي دي ب 9000 دولار وخلي دي ب 11000 دولار فواتير. يعني اللي هو لا يعني برضه انت وانت بتراقب انت حقك، لكن هتقول لي اصرف على ايه 9 واصرف على ايه 11؟ ده ايه ده بقى؟ خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. كل الترحيب بسيادة النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، والصديق آدم الطوخي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وضيوفنا الأفاضل كانوا النهاردة في هذه المناقشة في مسألة العمل الأهلي. وهنا كنا بنطرح سؤال حتى على آدم، وأنا مصر أرجوكم اشتبكوا مع بعض في الحوار. مش بقصد الاشتباك اللي هو هنبقى رأي ورأي آدم حبيبي طبعا، بنقعد معاه ازاي يعني، ما هو هيبقى الاشتباك بمعنى التشابك في الحوار، نتكلم مع بعض يعني بالظبط كده. انه احنا كنا بنفكر حتى بصوت عالي وده جرى في الفاصل، انه هو يا ترى يا هل ترى هل انا عندي قدره داخل وزاره التضامن، وده اللي اثاره سياده النائب، على مراقبه كل التدفقات النقديه بتاعه ال 36000 جمعيه؟ عندي ولا ما عنديش؟ انا بامانه يعني كنت عايز حد من وزاره التضامن يبقى معايا في الحوار ده عشان اسمع منه، عشان انا ما بقاش حكم، لأن أنا شايف في صعوبة. خد بالك أنت لما تيجي تبني عقار إذا ما كنتش مأسسه صح بيقع. أنت النهاردة بتأسس دولة حديثة، جمهورية جديدة نظيفة بعيدا عن الفساد وبعيدا عن كل شيء فيه شبهات، عايز تريح دماغك، مش عايز ترجع تاني للي كان بيحصل ما قبل يناير وما بعدها أيضا. حتى 30/6 لما البلد دي النهاردة بتقوم وبتبنى من جديد، فإحنا كمواطنين مصريين ما عندناش استعداد إن إحنا نشارك في قانون يهد الدولة دي تاني. الجمعيات دي يعني مش عايز أقولك دي أداة مش سهلة، إذا ما كانش يبقى في رقابة مشددة عليها صدقني هتبقى زي الناس اللي بتشتغل تحت الارض. انا بس يعني قول يعني انا بالنسبه لي في برضه احنا عايزين ادم بيشتبك يعني انا يا 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 استاذ ادم عايز اقول لك ان احنا مش هنختلف في ان احنا نحافظ على بلدنا، مظبوط؟ ده هدفنا جميعا، ده هدف رئيسي. انا بحب الجمعيه، انا خلي بالك رئيس جمعيه 8 سنين وعضو مجلس اداره 26 سنه. طيب يعني العمل الاهلي شغلتي. انا عايز اعرف انت عايز تقول انت كان عندك انا بس في كام نقطه كده هنبدا بيها. اول حاجه احنا عايزين نبقى شرحها، هي الدوله عباره عن، لو هنتكلم في ثلاث اضلاع، فهو ضلع الحكومه، ضلع القطاع الخاص، الضلع الثالث المجتمع المدني. حلو. منها اتكلم ان احنا برضو عشان ما نبقاش نبقى واضحين، المجتمع المدني فهو جزء كبير جدا جدا من الدوله، وجزء كبير من مؤسسات المجتمع المدني ساهم في انجاح حاجات كتير داخل الدوله. ولو هنتكلم فاحنا عندنا تجربه رائده، التحالف طبعا، يعني التحالف بصراحه من التجارب الناجحه. وان جيت للحق ادم يعني انا يعني بس هعفي ان اقول او هعفي نفسي من ذكر الاسماء بتاعه مجموعه من الاصدقاء والرفاق. احنا من واحنا 1994 انا كان عندي 19 سنه، بعضنا كان عنده نفس السن، بعضنا كان اكبر بكام سنه، وكنا جزء من العمل الاهلي اللي بدا وقتها يعني، او اللي احنا دخلنا فيه وقتها. وكل اللي اقدر اقوله لك انه لو انا قلت لك العشر اسماء هتتخض، لانه هم سفراء حاليين، هم نواب لوزير الخارجيه، نواب لوزير الصناعه، يعني شخصيات نواب لا وزير الصحه، رؤساء جامعات الان، قيادات اللي اصحاب رؤساس جامعه، حاجه حدث بالنسبه لي طبعا، قيادات دلوقتي. فالعمل الاهلي انا معاك 100% شرف لاي حد رئيسي في بناء البلد. بس فهي احنا بنتكلم في يعني احنا خلال السنه اللي فاتت منذ اطلاق الدعوه للحوار الوطني عملنا ايه؟ احنا نزلنا المحافظات وسمعنا من المؤسسات. فهو يعني احنا لو هنتكلم احنا اتكلمنا في البدايه عن التمويل الخارجي او الكلام ده كله، بس التمويل الخارجي فهو جزء بسيط عن التمويل الداخلي. وده لسه هتكلم فيه برضه هنا.
ان فعلا بس احنا هنبدا نتكلم عن بعض النقاط ان فعلا احنا محتاجينها. وانا اتناقشت فيها النهارده في الجلسه ولقيت تأييد رهيب من بعض المتحدثين وخاصه كمان الدكتور طلعت عبد القوي في بدايه الجلسه، فهو يعتبر كان قال جزء كبير من اللي انا هطرحه دلوقتي. فاحنا كان بعض النقاط كده السريعه كنت هوضحها. فكره صندوق دعم مشروعات الجمعيات دي نقطة مهمة قوي، لأن الصندوق دعم مشروعات الجمعيات هو ده أصلا المادة ده الباب السابع من القانون رقم 149/2019. مشكلة حتى دكتور طلعت ذكرها إن الصندوق هو تابع للوزارة. فإحنا بنطالب من تعديل تشريع أن يكون الصندوق مستقل. ليه؟ لأسباب كتير قوي، اللي هو فكرة الصندوق على فكرة مليء بالفلوس أكتر من يعني ما نتخيله. وده هدفه ايه؟ هدفه ان هو يتم صرف الصندوق للجمعيات. فاحنا محتاجين فعلا اعاده هيكله كامله من بدايه من القانون، يكون في تعديل تشريعي ان الصندوق يتحول لصندوق مستقل. ده مش رايي، ده راي كتير من المؤسسات اللي موجوده في معظم المحافظات. اولا جزء من ده ان انا هخلص الوزاره من هذا العبء، من عبء، وهخلص الصندوق من بيروقراطيه اللي موجوده في اي وزاره في اي بلد في الدنيا بالمناسبه. يعني هي دي برضه في جزء بصراحه يعني ايه احنا ما نجيش عليهم في بند العقوبات. ده الباب العاشر من القانون. الرقم اللي محطوط كبير، يعني العقوبات يقول لك من 50,000 ل 500,000 او 100,000 للمليون. الجمعيه بتدخل كام؟ يعني مش بتدخل اللي جابها، يعني عشان تحط لو حصل مشكله اقل حاجه ال 100,000 هيدفعها منين؟ على راي واحد النهارده ذكرها وعجبتني، قال لك انا اصلا بادئ الجمعيه ب 20,000، يعني ادفع خمس اضعاف راس المال، اضعاف اللي انا اسست بيه الجمعيه في مشكله لو بدا بالجمعيه. فبرضه احنا يعني نتكلم في كده. في نقطه مهمه في القانون، فكره الاختار. انت تاسيس الجمعيه بالاختار فقط، انت مجرد ما اختار تنزل اشتغل من تاني يوم. يعني الموضوع ما فيهوش اي، يعني زي ما فعلا سياده النائب وضحت في الاول، انت مجرد ما بتقدم ورقك وبتختار الجهه الاداريه انا اهو كجمعيه، اتفضل من تاني يوم اشتغل، من يومها لو حابب معاك وقت اشتغل. دي نقطه. نقطه مهمه قوي 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 بقى، المرافق كهرباء ميه غاز. أيوة. دي نقطة مهمة جدا ولازم أوضحها. سهول الدخول المرافق، لا هو المعاملة مفروض قانونا في البند السادس من المادة 17 معاملة منزلية. بس إيه اللي بيحصل بقى؟ بيتعامل تجاري؟ يتعامل تجاري. أيوة. فهو بيكسب إيه عشان ده عمل أهلي غير هدف الربح. أيوة. وبالرغم الأندية ومراكز الشباب 75% خصم جديد، يعني الله الأندية لها 75% خصم ومراكز الشباب هم بيطالبوا إن يرجع يبقى 75%. يعني الجمعيه ده ما بيتربحش، ده انا راجل بيجيب تبرعات عشان اعرف اشتغل. فبيقول لك ودي نقطه وضحتها النهارده استاذه الدكتوره نهى طلعت، يعني موجهه من التحالف. هي ايه الكلمه؟ المستشفى اللي هي شفاء الاورمان متخيل عليها ديون للمرافق بس، يعني هي مستشفى بتوفر للدوله ملايين. طبعا ملايين طبعا. احنا مدينينها بالكهرباء، اشيل بقى 75% من الكهرباء اللي عليها يعني، دي اسقط هذا الدين مفروض. يعني لان هي بتشيل الملايين عن الدوله في العلاج، واحنا عارفين شالت جزء. انا هباصي الكوره لسياده النائب عبد الفتاح قبل ما هتكمل بقيه النقط بتاعتك. تمام. ليه؟ لان انا عارف انه، وده كان برضو اثرناه واحنا في الفاصل، مساله انه هناك تخوف انا عارف لدى سياده النائب من انه يبقى هناك في مجموعه من الجمعيات تتلقى تمويل يبدو في ظاهره جيد طول الوقت، ولكن هو الهدف الرئيسي هو مسألة العبث، وده حصل قبل 2011. وكان من المستغرب برضو ومن يعني يدعو لغرابة شديدة، ليه دولة تسمح بتدفقات نقدية جاية من أحزاب سياسية في حكومات ودول أخرى؟ يعني طب أنت سمحت بدل، يعني ده استحالة استحالة أمريكا هتوافق مثلا لو افترضنا أن التجمع عنده فلوس أنه يمول حد. أولا هيواجه بمركزية قاتلة، يعني اثنين هيقال لك الشيوعيين بيمولوا مين في أمريكا، ثلاثة هيجي يقول لك يعني إيه حزب سياسي في دولة ما بيمول جمعيات عندي في مصر، ده مثلا قصدي عندي في الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا عارف أنه ده جزء شغلك وتستشعر منه خطر. شوف هقول لك على حاجة، يمكن أنا عايز أأكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر في المرحلة الأخيرة، وطبعا الشعب المصري كله يعني لاحظ وجود جمعيات بتتحالف مع بعضها البعض لخدمة المجتمع، وخصوصا في القرى والنجوع والأماكن الفقيرة، ده كلنا عظمنا له مظبوط. بس كم جمعية؟ احنا قلنا عندنا 36,000 جمعية يا سيادة النائب. لما تيجي سيادتك ال 36,000 عدلي كده
مين اللي داخل التحالف كام؟ رقم يعني ضئيل. لا خمس. انت بسيط، عندك رقم بسيط جدا. لا يعني اقل من كده بكتير. ماشي يفكر. يعني انا كنت اتمنى ان كل الجمعيات تبقى موجوده في التحالف، دي واحد. نمره اتنين، انت النهارده داخل زي ما انا قلت في مرحله جديده بتبني بيها، بتنقي. زي يعني انا حد مثل على العاصمه الاداريه الجديده. العاصمه الاداريه دي هتنقل مصر نقله، وسيادتك قلت الكلام ده اكتر من مره، نقله كبيره جدا. يعني في تطور تكنولوجي ونظام رقمي وشيء صحيح احنا كلنا فخورين بيه. صحيح. طيب العمل الاهلي ده احنا عايزينه كده، لانه ده يعني عدده مش بسيط، وكمان ان القيادات اللي داخله حقيقه كلها تشرف. انا فخور حقيقه بقيادات عظيمه في العمل الاهلي، يعني وزي ما انا شفت النهارده كلامهم كلام محترم، كلام وطني، انا شايف فيهم فعلا ناس عايزه تبني. طيب ويمكن او هرجع يعني لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال التوصيات، في حاجات هترجع لي انا كرئيس دوله دي انا هوافق عليها بدون كلام. صحيح. في حاجات هتتطلب تشريعات هتعود للبرلمان. طيب احنا عايزين اكتر من كده ايه؟ والرئيس اعلن وده مخرجات يا يوسف بالظبط في برج العرب، قال لك اللي في ايدي هنفذه والباقي يتحول يا دكتور انا هنفذه من قبل ما ترفع التوصيات على بيان. مخرجات الحوار الوطني مش كده؟ طيب انا يعني لما الاقي رئيس الدوله بيقول هذا الكلام يعني انا عندي ايه مشاكل؟ انا حل مشاكلي بقى. ما هو انا في مشاكل عندهم هم الجمعيات ورؤساء مجالس الادارات والاعضاء، عليهم ان هم يراجعوا نفسهم، شوفوا هم عايزين ايه، عايزين ايه من الدوله. طيب يعني انا علشان الوقت بيجري، ادم قلت لي مجموعه من النقاط وانا عاوز اضيف عليها جزء مهم برضو كان قاله سياده النائب عبد الفتاح، الا وهو انه طب هو الجمعيه مفترض انها تبقى 10 بس ولا المفروض يبقوا اكتر؟ وهل العشرة دول هاخدهم كده عمياني ولا ايه؟ وده برضو سؤال. وانا يوسف عندي تخوف ما بسيط بقى جدا وقد يكون تخوفا تافها كمان، الا وهو انه انا كل خشيتي انه حد من الناس يبقى عاوز يعمل الجمعيه الاهليه لمجرد انه يحصل باذن الله على دعم وتمويل من صندوق دعم الجمعيات، فيبقى ضامن مرتب للمجلس بتاع الاداره من باب انه يعني وكانها ايه بدل حضور مش عارف ايه، واصل علشان الراجل متطوع واصل علشان الراجل فيبقى عمليا ضمن لنفسه. لا قانون مانع ده بس هو لا في مطالبه انكم يعني في مطالبه النهارده، في طلبت النهارده بس هو القانون يعني بس احنا مش ضد ده يعني بيقول لك تذكره القطر والتنقلات والسكن. لا اصل العمل الاهلي ده عمل تطوعي جدا طبعا. فقول لي اخر زي ما كنا بنقول النقاط او التوصيات. هو يعني في نقطتين ممكن طالما اتكلمنا عن فكره الفلوس، فكره ان برضو في موظفين، هو بيبقى في موظفين في العمل الاهلي في الجمعيات، احنا بطالب بايه؟ تطبيق الحد الادنى ليه، لان صعب لما يكون موظف بياخد 1000 ونص و2000. صح. دي نقطه يعني مهمه. انا بيقعد ماسك حسابات الجمعيه ده الدرجه المتفرغه ليه في الشغل ده متفرغ. بص كل دي يعني حاجات وفي تخص العمل الاهلي نقاط. بس انا عارف يعني الوقت مشروع اهو لا وفي ناس كتير قدمت. انا في تجربه عايز اقولها، ده عايز حلقات طبعا. تجربه بصراحه حصلت في محافظه يعني ممكن تبقى جديده على حضرتك ولازم الناس تعرفها، محافظة بني سويف. تعرف محافظة بني سويف عملت ايه دلوقتي يا مستر يوسف؟ ايوه. تخيل عاملة وثيقة بتضم الجمعيات. انت قلت التجمع، احنا اتنقلنا زمان التجمع. طبعا. انا زمان كنت الحزب الشيوعي المصري. لا كلها زمان بقى. لا كان الحزب بتاع الله. انا فرحت فرحة بان الحزب الشيوعي المصري اصبح موجود في الحوار، فرحة ما بعدها فرحة. والله كنت اقعد استغرب جدا هو ازاي يا جماعة. هرجع للنقطة ديت. بني سويف عاملة ايه؟ واحنا نزلنا وسمعنا منهم، عملت وثيقه توحيد للجمعيات. الوثيقه ديت بتحتوي على معظم الجمعيات والمؤسسات اللي داخل محافظه بني سويف، وبتعمل لهم اجتماع دوري ويقعدوا يسمعوا ويعملوا. هي عملوا فكره يعني دي قبل التحالف، هم اصلا الفكره بتاعتهم قبل التحالف. فهي الفكره ان الجمعيات والمؤسسات حابه تشتغل، والفكره ان القانون في بعض المشاكل اللي النهارده النواب حتى قالوا هيشتغلوا عليها. فهي الفكره احنا لو هنتكلم في بعض النقط برضو المهمه، في نقطه احنا عندنا موظفي بيعملونا في المؤسسات والجمعيات من ذوي الهمم، وعندنا مشكله ان موظفين الجهه الاداريه ما بيعرفوش يتعاملوا معاهم.
فدي نقطة مهمة. فأنا بطالب يعني للوزارة صراحة كده تدريب موظف الجهة الإدارية على كيفية التعامل مع ذوي الهمم، لأن برضو ده من حقه لما يكون في جمعية حد موظف فيها كفيف أو أي نقطة من ذوي الهمم برضو يبقى في حد يقدر يتفاهم ويتعامل معاه. فدي طبعا نقطة مهمة ولازم ونطالب بيها. صحيح. في نقطة مهمة برضو كذا حد عرضها. أنا عايز أسألك سؤال اختصر علشان لو عايز أي جمعية بعد إذنك يوسف بيه، لو أي جمعية حاولت تعمل ده في حد هيمنعها؟ لا طبعا استحالة يا فندم. هي المسألة احنا بنحط يعني بعض أدم عاوز يقنن الأمور ويحط نقط على الحروف بمنتهى الوضوح. احنا دايما ما هي كانت مشكلتنا إيه؟ إن النقط تشيح. النقط على الحروف جميله بمعنى ايه طبعا. انا دوري ايه وحضرتك دورك ايه وحضرتك دورك عايز بقى تشريع يعني احنا حاليا بنتكلم في مشرع سياده النائب هيعمل تمام. التشريع تمام. انت هتحط النقط على الحروف انا مستعد اشكل لكم كلمات هي كده هي انا هحط التشريع هو ده الحوار الوطني استاذنا لا العفو تقولش كده بس هو ده الحوار اللي احنا بنتكلم فيه. ونقطه برضو بطالبها من الجهه الاداريه عمل وحده تابعه للجهه الاداريه لقياس اثر المشروعات المنفذه من قبل الجمعيات. بمعنى ايه؟ ان في مشروعات بتتعمل ملهاش اي فايده يبقى انا عندي وحده بتقيس. انا عاوز اقيس الاثر بتاعها. بتقيس الاثر زي ما بنطالب في البرلمان مثلا اثر التشريع يبقى في برضه اثر تنفيذي. انا قبل ما اختم شوف هقول لك حاجه. هو طبعا سياده النائب دلوقتي مستقبل الوطن وهي غالبا احنا كده اتنين شويين بس اللي في مستقبل الوطن. انا هوري لك بجد والله العظيم تفكير اليساري اينما ذهب وده شيء رائع عشان بس تبقى هو كل الناس عارفه ان انا معندي انحياز. شوف النظام التعاوني ده في القطاع التعاوني للاقتصاد المصري، النظام التعاوني هو السبيل الوحيد للقضاء على الفقر. ماركسي يمول القطاع التعاوني المشاريع الصغيرة ويدمجها بالأسواق ويدمجهم بالأسواق مما يؤدي إلى تحسين مستوى الرفاه البشري وتقديم الخدمات الإنتاجية يعني بص مانيفيستو والله العظيم. أنا مبسوط قوي يا جماعة. احنا كتار في مستقبل الوطن وهنقدر نحط افكارنا الايديولوجيه والله ده حقيقي وهنقدر يعني ايه نطبع ايديولوجياتنا على الحزب بالوقت. والله هي الاحزاب المصريه كلها دلوقتي بصراحه عظيمه كل التحيه لكل الاحزاب طبعا يعني على كلامكم بقى طبعًا. يمكن وانا بختم او انا عايز اشكركم جدا يا رب جدا 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 هو الوقت بس قليل كان نفسنا نتكلم براحتنا هنيجي تاني وهنيجي تالت مهم وبنحياز الايديولوجي ده احنا هنيجي كتير سيبها على الله لا ده انا بستحوذ على الهوا وبعدين بقول لكم ايه انا واخد كام دقيقه صحيح بس انا كنت مفوت امبارح لكريم كام دقيقه فانا عايز اشكرك سياده النائب عبد الفتاح جدا 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 والله وسعيد اشكرك ادم جدا اللي عايز اقوله حتى على ذكر ضيوف الاعزاء فيما يتعلق بالحركه الحزبيه المصريه الحاليه انت كمواطن انت لو انت جيت ركزت والله انا بكلمك بجد وده بقى اللي بقول لك ما فيهوش اي انحياز فكري ما في حزب في مصر الا وهتلاقي فعالياته وخطواته الفاعله على الارض ما نطلق عليه ما بين قوسين بقى الجماعه اللي زي حالتنا كده العمل الجماهيري الا وهتلاقي اتجاه اشتراكي شديد الوضوح شديد الوضوح. فانا بدات احس ان مصر اشتراكيه بالفطره وكل من يعمل بالسياسه في مصر اشتراكي بالفطره بس هو كلمه اشتراكيه وكلمه شيوعيه اصبحت بتخوف من ايام السادات رحمه الله عليه. ما انا ما تخوفش وايام عبد الناصر الله يرحمه كان بتخوف وايام الملك كانت بتخوف هو ما كانش بتخوف امتى غالبا هي ما بتخوفش في كوبا بس. فعلى كل حال عزيز المواطن ولا تقلق على الإطلاق وزي ما قال سيادة النائب عبد الفتاح وكيفما يتفق معانا صديق العزيز أدم الطوخي يا راجل ده مشروع واحد في مصر ده واحد اللي هو العاصمة الإدارية عامل هوسة في الدنيا وراعب برعاع الإخوان ومفرحنا فما بالك بكل اللي موجود. أنا بكلمك كده دي مدينة من 34 مدينة. أقول لك هو خلصت الحلقة صحيح وكريم رمزي داخل حالا صحيح وبرنامجه رقم 10 ما بالك بحوار وطني يجمع الايديولوجيات السياسيه كامله يجمع الكل حتى يجمع الشتيتين هو يجمع الكل على ارضيه وطنيه واحده ونختلف وجهات النظر وبنتفق. انا عايز اقول لك واحنا في برج العرب كم العدد اللي موجود من الحركه المدنيه المعارضه وكم الموجود من الموالاه كل دول واقفين عاملين بنشرب قهوه سوا وبنضحك سوا وبنتكلم وبندبلش وبنتفق وبنختلف. صح. خلصت الحلقه ولو كلنا العمر احنا موجودين معاكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.